مبشرا ونذيرا اي شاهدا للرسل بالتبليغ ومبشرا لمن امن بالجنه ونذيرا لمن كذب بالنار وداعيا الى الله الى توحيده وطاعته باذنه اي بامره وسراجا منيرا سماه الله سراجا لانه يبتلى به كالسراج يسقى الله به في الظلمه يبشر المؤمنين بان له من الله فضلا كبيرا امره الله تعالى ان يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير قوله تعالى ولا تطع الكافرين اي من اهل مكه والمنافقين اي من اهل المدينه ودع اذاهم يا محمد اي لا تجازيهم عليه وهذا منسوخ بايه القتال وتوكل على الله امره بالتوكل عليه وانسه بقوله تعالى وكفى بالله وكيلا ومعنا وكيلا اي حافظا وربي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كنت نورا بين يدي الله تعالى قبل ان يخلق ادم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكه بتسبيحه فلما خلق الله تعالى ادم عليه السلام القى ذلك النور في تونته فهبطني الله تعالى في صلب ادم عليه السلام الى الارض وجعلني في السفينه في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل ابراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقل اليه من الاسناب الطاهره للارهام الزكيه الفاخره حتى اخرجني الله من بني ابويا ولم يلتقيا على سفاح
قط الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقلت في الصلاة بأربابي وَأَزْكَى تَحِيَّتِي عَلَى الْمُصْطَفَى
وإن يزيد بن عبد الله بن وهب عن أمته قالت كنا نسمع أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما شعرت أني حملت ولا وجدت له ثقلا ولا ألما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال لي هل شعرت أنك قد حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيك نبي الرحمة وذلك يوم الاثنين قالت فكان ذلك مما تيقن عندي الحمل فلما دنت بلادتي أتاني ذلك الآتي فقال قولي أعيذه بالواحد الصمد من شر كل ذي حسد قالت فكنت أقول ذلك وأكرره مرارا قيل لما أراد الله عز وجل ظهور خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم أمر جبريل عليه السلام أن يقبض طينته من مكان قبره الكريم فقبضها ثم طاف بها جنات النعيم وغمسها في أنهار التسنيم وأقبل بها إلى ما بين يدي الله العلي العظيم ولها عرق يسيل فخلق الله من ذلك العرق نور كل نبي جليل فجميع الأنبياء خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم ثم أودعت تلك الطينة في ظهر آدم عليه السلام وألقي فيها النور الذي سبق فقره وتقدم فوقعت هنالك طوائف الملائكة المقربين سجدا لآدم عليه السلام ثم أخذ الله تعالى على آدم المواثيق والعهود حين أمر الملائكة بالسجود ألا يدع ذلك النور إلا في أهل الكرم والجود المطهرين من الدنس والجحود فما زال ذلك النور يتنقل من ظهور الأخيار إلى بطون الأحرار حتى أوصلته يد الشرف والمكارم إلى عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم فلما آن أبان وفاء عبده طلع في الأكوان طالع سعدي نشر علم الفتوة لظهور خاتم النبوة وقصد لعبد الله الأبصار وأشرقت عليه الأنوار وألبس ثوب الملاحة نطق بالبيان والفصاحة ناداه لسان المشيئة يا عبد الله ما يصله كنزا لما حملت من البديعة إلا أحشاء آمنة المنيعة المطهرة من الدنس والأكدار سيدة نساء بني النجار اجتمع شمله بشملها اتصل حبله بحبلها ظهر صفاء يقينها إن طوت الأحشاء على جنينها سطع نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في جبينها أبل شهر من شهور حملها أتاها في المنام آدم عليه السلام وأعلمها أنها حملت بأجل العالم الشهر الثاني أتاها منام إدريس عليه السلام وأخبرها بفخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقدره النفيس الشهر الثالث أتاها في المنام نوح عليه السلام وقال لها إنك قد عملت بصاحب النصر والفتوح الشهر الرابع أتاها في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام وذكر لها فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومحله الجليل الشهر الخامس أتاها في المنام إسماعيل عليه السلام وبشرها أن ابنها صاحب المغابة والتبجيل الشهر السادس أتاها في المنام موسى الكليم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه العظيم الشهر السابع أتاها في المنام داود عليه السلام وأعلمها أنها حملت بصاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والكرم والجود الشهر الثامن أتاها في المنام سليمان عليه السلام وأخبرها أنها حملت بنبي آخر الزمان الشهر التاسع أتاها في المنام
منام عيسى المسيح عليه السلام وقال لها إنك قد خصصت بمظهر الدين الصحيح واللسان الفصيح والنسب الصريح وكل واحد منهم يقول لها في نومها يا آمنة رضي الله عنها إذا بلعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا فلما اشتد بها طلق النفاس ولم يعلم بها أحد من الناس بسطت أكف شكواها إلى من يعلم سرها ونجواها فإذا هي بآسية امرأة فرعون ومريم بنت إمران وجماعة من حور الحسان قد أضاء من جمالهم للمكان فذهب عنها ما تجد من الأحزان استدراكنا وعافنا وعفو عنا وكلنا يثبنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب وخطه متورد والنور من وجناته يتوقد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي حبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وخده متورد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الذي لولاه ما عشق النقا كلا ولا ذكر الحمى والمرهد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولد الذي لولاه ما أسلم ولا كان المحسب يقصد يا رب صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاحب أسر أمند يا رب صل على النبي محمد أو كان إبراهيم
وضعت الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وهو مكحل العيون مقطوع السود مختور أخذت الملائكة فطافوا به في جميع الأقطار وعرفوا به أهل السماوات والأرض والبحار ورجعوا بالمفضل على الكونين إلى أمه آمنة رضي الله عنها في أسرع من طرفة عين خفقت في الأكوان على معلومه دقت البشائر لقدومه جاء الهنا زال العنا عسى البغنا نلنا المنى طابت القلوب غفرت الذنوب سترت العيوب كشفت الكروب بلقاء سيدنا محمد الحبيب المحبوب حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداع وبرك يا محمد فرحت أنفس العباد رمقت آمنة سيدنا محمدا بالبصر إذا فرقه كالصبح إذا أسفر وشعره كالليل إذا سجى واعتبر وجهه أضوأ من الشمس وأنور أما سمعت كيف انشق له القلب أزج الحاجبين أكحل العينين يقن الأنف دقيق دقيق الشفتين كأنما يتبسم عن قديد الدرر طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لهدى أيها المبعوث فينا جئت مرحبا يا خير دا كأنما يتبسم عن نمير الدرر وعنقه كأنه إبريق هضة وله جيد فاق على جيد الغزال وقده أشرق من الغصن الرطيب إذا خطر بين كتفي خاتم النبوة فيا فوز من عاينه ونظر فهذه قطعة من بعد أوصاف جمالي وأما كل كمالي فلا يحد لباس ولا يحصر في مثل حسنك تعذر العشاق وتمد خاضعة لك العناق قد خاف حسنك للوجود بأسره حتى أضاء بنورك الآفاق وروى محمد بن سعيد أن جماعة من أهل العلم أن آمنة رضي الله عنها لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لقد علقت به فما وجدت له مشقة ولا تعبا وأنه لما فصل عنها خرج معه نور أضاءت له قصور الشام وما بين المشرق والمغرب ووقع على الأرض معتمدا على يديه رافعا بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا لديه وروى يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمتي أن آمنة رضي الله عنها لما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى جده عبد المطلب فجاءه البشير وهو جالس في الحجر فأخبره أن آمنة ولدت غلاما فسر بذلك سرورا كثيرا وقام هو ومعه فدخل عليه علي 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 عل
فأخبرته بكل ما رأته وما قيل لها وما أمرت به فأخذه جده عبد المطلب وأدخله الكعبة وقام عندها يدعو الله ويشكره عز وجل على ما أعطاه وروي أنه قال يومئذ شعرا الحمد لله الذي أعطاني هذا العلام الطيب المرداني فالسعد بالمهدي على الغلمان أعيده بالبيت للأركان حتى أراه بالغ البنيان أعيده من شر ريس الثان من حاسد القطارب العينان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان سبحان من أبرز في شهر ربيع الأول والاعتق من الوجود فما أجملها من طلعة وأبهاها وما أحسنها من محاسن وأحلاها حملت به آمنة رضي الله عنها فجاءها آدم عليه السلام وحناها ووقف نوح عليه السلام على بابها وناداها وأتاها الخليل يبشرها بما أتاها وقصد حلتها موسى الكليم عليه السلام وسلم عليها وحياها كل ذلك لأجل هذا المولود الذي تشرفت به الأرض وثراها وجاءت الطيور من أوكارها وفناها وخرجت العين عليه نخلع السرور وحلاها وهن ينادين ما هذا النور الذي ملأ البقاع وكساها فقال جبريل قد ولد من فاق البرية وما عداها وخرت لمولد إلا صنام وهدمت صوامع الكهان صوامع الكهان وزال بناها وحمله جبريل عليه السلام على يديه وهو يقبل بين عينيه ويقول له أنت حميم أنت ياسين أنت طه أنت ولي النفوس المؤمنة أنت مولاها اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدت لنا في ربيع طلعت القمر يوم جيل فقط البدر والحمر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله جلوه في الكون والأملاك تحجبه في طلعة الحسن نتيه والحفر صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار لخير البرية وكان في مثل هذا شهر مولده أكرمني مولدي خير للخلق والبشر حسبي ربي
المهدي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله تجمع الحسن فيه فهو واحده جلوه في صورتي فقط على صوري صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار في خير البرية متى أرى ربعه يسعد وسع له سعيا على الرأس بل سعيا على البصر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يزر قبره يا سعد في عمري من بعدي هذا الجفا وضيئات العمر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تقسم الحب في كل جارحة والمجد للقلب والأجفار للسر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى عليه إله الأرش ما صدها هبائم المرض في الأصال والبكر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلما آن مولده الكريم وهان مقدومه الشريف العظيم صاح شعوس الإشارة بالبشارة لأهل الأرض الأجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فعند ذلك عفت بأمه الملائكة الأبرار وتحجبها بأجنتها عن أعين الأغيار فوقف عن يمينها ميكائيل عليه السلام وبين يديها جبريل عليه السلام وله زجر بتسبيح وتقديس وتهليل للملك الجليل وأقبلت الحور العين إلى أمه آمنة رضي الله عنها تبشرها أنها من جميع المقام في آمنة رضي الله عنها وتنوب عن القوابل البشرية وتبشرها بالسعادة الأبدية والغرة القمرية وطلعة المحمدية أخذها المحاض واشتد بها الآلام فولدت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم كأنه البدر اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور إلى حزنك ما رأينا قد يا وجه يا رسول
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مبدل يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام والدين حوضك الصافي المبارك اردنا يوم النشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا نبي سلام عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا العيسى هنت في سورة إليك والهمى ما قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم وأتاك العرض يبكي وأتذل بين يديك واستجارك يا حبيبي إنك قوي النفور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم حينما شد المهامل وعدنا دو لرحيلي جئتهم بعدم أسائل يا رسول الله قلت قبلي يا دليل يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله تهمل لي رسائلي أيها الشوق الجزيل نحبها فيك المنازل يا رسول الله في الأشعياء والبقور يا حبيب الله يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم يا رسول الله صلوات الله عليكم يا حبيب الله في الكون هذا
مرتبة بدتها إيرينا أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور يا نبي وصف الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ليس أزكى منك أصلا مرحبا أنت يا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي يا رفيع درجاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كفرا عنا ذنوبا واغفر لنا سيئاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفار الخطايا والذنوب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت ستار ومسابي ومقيل آثاراتي صلى
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أشرق نوره في الوجود أذعن الله بالسجود ولم يخلق مثله مولودا ثم أومأ بأصبعه إلى السماء فولد مخدونا مكهولا مدهونا معطرا مكرما وخرج من ثغره نورا أضاءت له قصور أسرى من الشاء وخرت لهيبته جميع السلبان والنسلا وأصبح كل جبار بعد عزته ذليلا ومنعت الشياطين أن تسترق السمع فلم ترد بعد ذلك إلى السماء وسولا فلما بدت أنبار غروته البهية وأشرقت شمس سرعته العلمية أضاءت بمولده ظلم الحوادث وانشق إيوان كسرى وخبرت نار فارس وكسرة السلبان تعليما لقدومه وتوقيرا ونادى المنادي في الأقوال تنبيها لأمته على كرامته وتذكر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فلكم له من آية مشهورة نص الكتاب بها ولا مستورة خبرت له نار المجوس ونبست أصنامهم فدعوا هناك ثبورا وأتى يبشر بالهداية والتقى فلذاك يدعى هاديا مبشيرا ولما ولد صلى الله عليه وسلم سأل الوحش والطير وبضاعته وسألت الملائكة تربيته فقال عز وجل أنا قادر على ربيه من غير رضاع ولا سؤال ولكن سببت كلمتي وتمت حكمتي وكتبت على نفسي في الأزل أن لا يرضي هذه الجوهرة الوتيمة غير أمتي حليما فطرق الوسيل أضحت مستقيما وأسرار الهوى عندي مقيما فلا تخشى صدودا من حبيبي له نعم بما أولى عظيما إلى زلات عبد باعدته تقدمه عواطفه رحيما وإن عثر العجول بسوء فعل يلاطفه بأوصاف كريمة وإن يشكو الغرام حليف شوق يقلبه ويجعله نديما قالها الحسين رضي الله عنه وكان أهل مكة من عاداته أن يخرج الأطفال إلى المراضي قالت حليمة فأصابتها في بني سعد سنة مغلية من عدم البيت فجينا إلى مكة وهو أربعين امرأة ما كل امرأة منا بعلها أن تمس الوضع وخرج أهل مكة بأطفالهم إلى المراضي فوضعوهم حول الكعبة فسبقني النساء إلى كل أضيع بمكة وتأخرت أنا للرعاة والعفة لكل سيرها وجئت أنا فلم أجد شيئا من الرضاعة وسمعت آمنة بقدومنا فقالت يا عبد المطلب انظر لمولودك هذا مرضعة من بني سعد فقد قدمت المراضع السعديات انظر لمولودك مرضعة من أشرف البريات
فخرج عبد المطلب بينما هو يمشي سمع هاتفا يقول له الى حليمه السعديه ترضع ابن امنه الامين محمدا خير الانام والصفوه الجبار فقاله الا حليمه مرضعه نعم النبي المصطفى المختار لا تسرقوه الى سواها انه أبروحكم جاء من قهاري قالت حليمة السعدية ثم إني مرت بعبد المطلب وسألته عن رضيع فقال مسموك يا ما عرب فقلت اسمي حليمة وعربي بنو سعد فتبسم الله كطاهل الوجه فرحا وقال بخل بخل لك يا حليمة حليمة السعدية هل لك في الله غلام يتيم إن تصعدين به إن شاء الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بركاته نمرت به فسعدها بطلعة أحمدي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد قد در منها الثدي عند رواعيه أمرت به من كل جهد مجهدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد وحتى نهى للركب قد سبقت بها فرحتيها بالرسول الأمجد الله ولي الله ولي نعم الولي صلوا على هذا النبي محمد أغنامها كانت شباعا كل ما سرحت تجود لها بدر المزبيد يا ربي صل على النبي محمد وانجل خلايا من جهنم في غدي ورأت من الخيرات وهي تحبها والناس في محن وعيش أنكدي يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غدي نالت به كل المعسرات والهنا فهو الذي قصد كل مسوفين يا ربي صل على النبي محمد منجل خلائق من جهنم في غدي قالت حليمة السعدية رضي الله عنها فجئت إلى بيت أمي آمنة رضي الله عنها وهي امرأة هلالية تزهر كالكوكب الذرية فسألتها أنا فقالت أنتم يا أهل البادية تطلبون من تجدون رفضه وهذا طفل يتيم ما
مات أبوه وكنت به حاملا فكفله جده عبد المطلب. قالت حليمة رضي الله عنها فرجعت إلى معري لأشاوره فيه فقال أدني هذا العلام. قالت حليمة رضي الله عنها فتقدمت أنا ببعلي إلى بيت آمنة رضي الله عنها فقلت يا هلومي بي إلينا فأتت به صلى الله عليه وسلم مدهونا مدرجا في ثوبه الصوف أبيض وتحته حريرة خضراء فإذا وجهه صلى الله عليه وسلم يضيء كالقمر ليلة البدر. ونظر بعلي في وجهه ففتح عينيه فخرج منهما نور ساطع وضياء لامع فهار عقلي وعقل بعلي. فقال ويحك يا حليمة هذا المولود كل المنى والمقصود. فقلت له هو الغلام اليتيم فماذا نصنع بي؟ قال خذيه فلعل الله ببركته يرزقنا ان شاء الله تعالى. فقالت حليمة رضي الله عنها فاخذته وليس في ثوب فتديه لبن وولدي طول الليل يقلقني من شدة الجوع. فلما حملت محمدا صلى الله عليه وسلم وانا ضعيفة قوية قويت وزال عني ما اجد من الالم. ثم وضعت صدري في فيه ففار اللبن حتى فاضت وتبدل وسمعت قائلا يقول طوبى لك ايتها السعدية بالطلعة الهاشمية والغرة القمرية والهمة القرشية سعد لك يا حليمة بر درة اليتيمة. كأن الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله وصل القاضيم ومن القاف معناه النسيم. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أشرف الخلق مرادي مليح لم يجوز بشر حولاه بشر كريم. مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أشرف الخلق مرادي وسيم في ملاهته هشيم وما في الحسين قد له وسيم. صلاة الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قالت حليمة فأخذته ودخلت به الأسنى فنكسه برأسه وخرت الأسنى من أماكنها فجئت إلى الحجر الأسود فخرج الحجر من مكانه حتى التصق بوجهه صلى الله عليه وسلم فأخبرت علي بذلك فقال ألم أقل لك إنه مبارك فخذيه وانصرفي انصرفي بنا. قالت حليمة فمن صرف أحدكما انصرف ولا ظفر أحدكما ظفرنا. قالت فركبت الدابة التي جئت عليها وكانت ضعيفة لا تستطيع المشي فجعلت الدابة تسبق دواب القافلة كلها حتى كانت النساء يقولن لي أمسك أتانك عنا يا حليمة. قالت وكنت لا أمر على شجر ولا مدر إلا ويقول السلام عليك يا خير المرسلين وكنا لا ننزل تحت شجرة يابسة إلا خضرت وأثمرت لوقتها ببركته صلى الله عليه وسلم فسرنا حتى أتينا منازلنا وعندنا شويحات عجاف ضعاف فأخذت يد محمد صلى الله عليه وسلم ووضعته عليهن فدربن لوقتهن وقد أخذناه لم يكن لنا مصباح في ليالي المظلمة إلا نور وجهه صلى الله عليه وسلم. قالت حليمة وكنت إذا أعطيته ثدي الأيمن شريب وإذا حولته لثدي الأيسر أبا لأن الله تعالى ألهمه العدل حتى في الرضاعة علم أن له شريكا فناصفه عدلا منه صلى الله عليه وسلم. قالت حليمة ومنطع الغيث عنا سنة كاملة من السنين فأخذناه وخرجنا به إلى الصحراء وقلنا اللهم بحرمة هذا المولود عليك أن تسقينا الغيث يا ربنا يا معبود. قالت فإذا السماء قد تغيمت وسكفت ماء فكافواه القرب مثل أحمد في الكون الله وقدر جميع الورى في حسنه طافوا ومثله وإله العرش شرفه بالخلق والظلم إن الله أعطاه الشمس تجدر من أنوار طلعته حارت عقول الورى في وصف معناه تبارك الله ما أحلى شمائله هذا الجمال فما أبهى محياه يا عرب وادي النقى يا أهل كاظمة في حيكم قمر في القلب مهواه هذا مليه وكل الناس تعشقه وسائر الخلق في أوصافه تاه صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وما حثت الحريم طاياه. قالت حليمة فما زال عندي حتى يسر الله عليه الخيرات والبركات السعادات ببركته صلى الله عليه وسلم. ثم إنه خرج يوما مع ضمرة يرعيان غنما لنا حول بيوتنا فبينما أنا كذلك ببني ضمرة يعذو وقد علاه صفرة وهو ينادي يا أمه ألحق يا أخي محمدا صلى الله عليه وسلم فما أظن بي فما أظن تجدينه إلا مقتولا أعاذه الله من ذلك. قالت حليمة فأسرعنا إليه فإذا هو شاخص في بصره إلى السماء فلما رآني تبسم ضاحكا فلمضته صدري وقبلت بين عينيه فقلت له حبيبي فددك نفسي ما الذي أصابك يا بني؟ فقال لها جاءني ثلاثة نفر فأخبرها أنهم شقوا صدره وأخرجوا قلبه ثم وصلوه وردوه إلى مكانه والتأم صدره بقدرة الله تعالى من غير ألم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وصله يبلغ المشتاق مالا مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا مدعي حبيبه وهو ذو وله وفي هواه جفا أهلا وأطلالا مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن كنت تعشقه وتفي محبته مولغ القلب مشتاقا وإلا لا مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم النوق تعشقه وجدا وتقصده شوقا وتطلب منه رؤياه إجلالا مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما تراها إذا لاحت قباب قبى تعد عنها هدى تلعيس أثقالا مولا يسلم وسلم دائما أبدا عاشقة من لا شبيه له يقطع الشوق منها فيه أوصالا مولا يسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إياك والعدل من في الكون يشبهه قد فاق حسنا وأشكالا فهريك رب الله إجلالا
صلى عليه إلى العرش ثم على أدريه بالسحب قاد وباب أزالا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسيع الكرم وسماه رب العالمين وسماه رب العالمين محمدا تسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ومن وصلت الأملاك من بطنه أذى ولكنهم زادوا دغرا على دغري صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبرهم همة وفخرا لولاه ما خلق الله ملكا ولا أدار فلكا ولا طلع بدرا أسرى به إليه الظلام ليخصه بنيل المرام وسبحان الذي أسرى بعبده ليلة الإسراء وخاطبه بلسان أنسه ألا بس أعلى بساط قدسه فأوحى إليه منه سرا وزهرا وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه سادات الدنيا وملوك صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الإله على النور الذي ظهر لنا بشهر ربيع الأول استغرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أضاءت الأرض نورا يوم مولده وأصبح الكون من أنفاسه عطيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي نرتي الدنيا بضيعته وسره في قلوب العارف أسرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بطن آمنة للعالمين أبدا مولود حسن سنة هو يخجل القمر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت ملائكة الرحمن تشهده كيما تمتع من أنباره النورا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طافوا به الأرض والأكوان أجمعها ليشهد الناس سرا كان مستثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأخبر أمه أن الذي حملا بفخره عز قبر البيت مفتخرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الذي كل من في الكون يعشقه
الخلق كله بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الواحد بن اسماعيل كان بمصر رجلا يضع اسنه مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام، وكان الى جانبه رجل يهودي فقالت الحاجة اليهودي ما بال جارنا المسلم ينفق مالا كثيرا في مصر هذا الشهر، فقال لها زوجها انه يزعم ان نبيه ولد فيه وهو يفعل ذلك. فلذلك فرحة به وكرامة له لوال مولده. قال فسقطا ثم نام ليلتهما، فرأت امرأة اليهودي في المنام رجلا جميلا عليه مهابة وتعجيل وتحت تبجيل وبقار، ودخل بيت جاره المسلم وحوله جماعة من صحابه وهم يبجلونه ويعلمونه، فقالت للرجل من هذا الرجل جميل الوجه؟ فقال لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل هذا المنزل ليسلم على أهله ويزورهم لفرحهم به. فقالت له فهل يقلبني إذا كلمته؟ قال نعم. فباتت إليه فقالت إليه وقالت يا محمد، وقال لها لبيك. فقالت له أتجيب لمثلي بتلبية وأنا على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال لها والذي بعثني بالأقربي ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله تعالى قد هداك. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه ودار الفؤاد الذي بسيف الجفا قد جري. صلاة سلام على رسول كريم مليح، أيا مدعي حبنا دعي الروح ثم الطري، تعلق بخير الهدى وكل العدول استري. صلاة سلام رسول كريم مليح، وفي القلب من حبكم على بابكم مبري. على يا نبي الهدى أغيثنا بذكرك يسير. صلاة سلام على رسول كريم مليح، على يا رسول الكريم عليك صلاة وشوقي لكم من قضى وحبي لكم ما بري. صلاة سلام على رسول كريم مليح، وكم لمني لائم وما بسلو فري. أما ترحم باكيا لا الله كي مشري. صلاة سلام على رسول كريم مليح، فيا سعد من حبكم ففي العقبة قد ربي. صلاة سلام على طالع المبادر علينا من فنيات البدا، وجب بالأرض
سلام على رسول كريم وصلي على المصطفى ختامي ومن به فتي صلاة سلام على رسول كريم ملي. قالت إن لك لنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم تعس من خالف أمرك خاب من جهل قدرك وردد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله ثم إنها آهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملك وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها وشكرا للرؤيا التي رأت في منامها فلما أصبحت رأت غودها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة فتعجبت من أمره وقالت له ما لي أراك في همة صالحة فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة فقالت له من كشف لك عن هذه السر المصون ومن أطلعت عليه فقال لها الذي أسلمت بعدك على يديه صلى الله عليه وسلم كلما عرف بالله ودعا إليه المشفع دعا دعوة في من يصلي ويسلم عليه صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله حبيب يغار البدر من حسن وجهه تحيرت الأفكار في بسم معناه لا قوة سليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي حبيب تجلى للقلوب مخاطبا فطابوا به سكرا وفي حسنه تابوا صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي مليح حوى كل صفاتي لحسنه راحت وراح القلب من بعض مسراه صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي رضيت به مولى على كل حالتي وقل لي بعيد الدار دعني صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي يواصي لوني طورا وطورا يا سلطوني وها أنا راضي بالذي هو يهدى وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البريتي فلولاهما طاب الحوالي موت أيامي ولست عذاب الطرف وأزكى تحيتي
الشام ويوما جوز الله لا توبى تسليم وأزكى تحيتي الله على المصطفى المختار بخير البريتي صلاة وتسليم محمد المصطفى محمد رسول الله محمد أشرف الأعراب والعجم محمد رسول الله محمد خير من يمشي على ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد محمد رسول الله محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد رسول الله محمد مصطفى محمد كاشف الأمات والظلم مولاي أهلنا فداك يا رسول الله يا رسول الله فداك نفسي فداء لقبر أنت ساكنه يا رسول الله نفسي فداء لقبر أنت ساكنه عفاف يا رسول الله وفيه الجود يا رسول الله وفيه الكرم يا رسول الله فيه العفاف وفيه الجود والكرم مولاي صلي
القلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك حي للخلق كلهم نفسي طلع البدر علينا من ثنيه